السونس ديال الليل جا عندنا قالك بلي انه غادي يدير غادي يريب الاداره اللي في كنتواجدوا حنا وغير يريب لنا المقر اشنو باغي يدير. سمعت باغي يدير قهوه باغي يدير شحال المهم قالك غتريبو. وهاد الوليدات ما عندوش كسر وفليد عنده لكن شي ربح هو كيقلب على الربح ما كيقلبش على الساكنه اللي صوتات ووصلات لهذ الدرجه حتى ولا رئيس المقاطعه ولا برلماني وعضو سياسي. تتفاجئنا لانه هو مشروع ملكي ما عندوش حق يدخل فيه وانا عندي انا كشريك وانا رئيس الجمعيه وعندي شراكه مع السيد العميل وشراكه مع مقاطعه مير سلطان في اطار مبادره التنميه البشريه. عندنا عقد شراكه مسيني السيد العميل ومسيني عبد ربي رئيس الجمعيه ومسيني رئيس المقاطعه سابقا. احنا انا كنتواجد في طاباسبور قبل ما يتزاد هو بودريقه. انا عندي 36 عام وانا في الرياضه قبل ما نكون رئيس جمعيه كنت مدرب. من بعد التدريب انا الانير كان تنحرص على السته ديال الرياضات في فنون الحرب وعندنا ابطال في رياضه الجيدو عندنا ابطال تبارك الله في رياضه في الكاراتي في التيكواندو في الفول كونتاكت في جميع الرياضات وعندنا بطل افريقي اللي هو يونس الصديقي وكنحييو من هذا المنبر الصديقي اللي جاب لنا الميداليه الذهبيه وجابها مع المنتخب المغربي. كما فرحنا المنتخب المغربي وفرح صاحب الجلاله اللي خرج تيحيي وسط الجماهير المغربيه علاش هاد الرياضيين هاد الوليدات اللي كتشوف هما المشعل المغربي ومن غير يزور الرياضي البلاد كيف يعقل يجي واحد سياسي يمنع هاد الوليدات من لا يعقل. ماشي اللي كنتكلم انا كرئيس جمعيه تندافع على هاد الوليدات انا باغي لا منصب لا والو ما كنقلبش على المنصب في البرلمان ولا في المقاطعه. انا الهدف ديالي ولد الرياضه ولد الرياضه ماشي ولد الشكاره ماشي انا با فقير ماشي غنقول با لاباس عليه. انا فقير وعشوش فقراء وانا الان دابا تنعيش مع الوليدات الفقراء هاد الوليدات اللي هما المشعل هذا خصنا نفرحوا ليهم كما كيفرح سيدنا كما فرح الابطال وجاو استقبلهم وما استقبلش الخونه ما استقبلش اللي فيهم الخونه اللي فيهم الريحه ديال الخيانه. باغي يدير شي مشروع ما عرفناش هذا المشروع اللي باغي يدير هو باغي يستبدل هذا القعد الجمعيه هذه بشي مشروع اخر بنادي او بمقهى على حساب فئه معينه من الناس اللي كتعاني من التهميش والفقر بزاف الحوايج سمعتي وعند ما عندهم وليداتهم وما عندهمش شي متنفس اخر اللي غيمشيو ليه الا هذه الجمعيه هذه اللي كيمارسوا فيها الرياضه وليكن في علم سي بوطريقه. هذا نداء موجه اليه خصوصا وهو ان هذه الجمعيه هذه راه ماشي جمعيه رياضيه فقط بل جمعيه ثقافيه جمعيه اجتماعيه راه هاد الناس هادو راه كاين اللي كيخلص كاين اللي ما كيخلصش وكون شاف الثمن الزهيد اللي كيخلصوا به هاد الناس غير باش مساهمه باش تسمى تاهي راه عندها واحد الولد كيترينو كتساهم وكتنتظر منه بزاف الحوايج. وهاد الجمعيه هادي باش يعرف السي بودريقه بان انقذات بزاف الشباب منهم واحد اليوم كانت واحد تورن واحد دورين في روش نوار والحمد لله تكاسات دوزي. ملي كانت عندي 3 سنين وانا ترعرعت في هاد الجمعيه هادي تقريبا بارماليس ديالنا كامل دوزنا في هاد الجمعيه السعيده هادي بمدى بينا كنتفاجئوا بان السي بودريقه قال لي غادي يهدم هاد الجمعيه تاثرنا حنا فيها واثرات شحال من مدربين وحنا الحمد لله انا وليت مدرب في هاد الجمعيه هادي اللي ترعرعت فيها. فاللي كنقولوا لهاد السيد يتقى فينا وجه الله عندنا وليدات حنايا كاملين تقريبا هنايا كاملين هما كبروا ومازال ان شاء الله غادي نكونوا ابطال. فاللي كنقولوا لهاد السيد يتقى فينا وجه الله باسم الاباء ديال التلاميذ اللي تيمارسوا رياضة فنون الحرب المختلفة تلتمس من رئيس المقاطعة يتراجع القرار ديالو بهدم هذا المقر لأنه المتنفس الوحيد ديال السكينة ديال هاد الناس ولقى واحد إقبال كبير. بالتالي من يتقفل فين يمشيو هاد التلاميذ هادو هاد الأطفال هادو فين غيمارسوا هادو بعد ما رأينا ما كاينش شي متنفس في الجوار يعني فإقفاله غادي يحطم الحماس والمعنويات ديال هاد التلاميذ هذا وغادي كذلك الاباء اللي هما طبعا فرحوا بهاد المتنفس هذا اللي كاين هو الوحيد تقريبا في هاد الجوار هذا ديال درب اليهودي وديال البلديه. عليكم انا ام كنهضر باسم جميع هاد الامهات اللي حنا منخرطين مع هاد الجمعيه اللي هي جمعيه المشعل الذهبي لفنون الحرب. حنا كنجيبوا وليداتنا كيترينيو عندنا تبارك الله اطور عندنا رئيس مزيان. حتى جا السي بوطريقه تفاجئنا بواحد القرار بانه قال لنا بغينا نريبوا هاد الجمعيه. بغيت نعرف انا السي بوطريقه حنا كشعب
اللي وقفنا معاك حتى وصلتي، اللي حنا هما ناس وساكنه ديال درب السلطان، عندنا الهشاشه، عندنا الفقر، عندنا التهميش، هذا هو المتنفس الوحيد اللي عند وليداتنا اللي كنجيبوهم يترينوا فيه الرياضه. بغيت نعرف السي بوطريقه علاش بغيتي تحيدنا، علاش بغيتي تحيد المقر ديال الاداره ديال السي الرئيس. انا كناشد جلاله الملك وكناشد الناس الكبار، لان السي بوطريقه ما عرفناش شنو باغي يدير هنا، يمكن كنسمعوا بانه باغي يدير نادي خاص. علاش السي بوطريقه باغي يدير نادي خاص؟ لما لي الفلوس، حنا مساكن الطبقه العاديه نموتوا. انا بغيت نكون بطل، ما بغيتكمش تريبوا هادشي. ان شاء الله غدا نكون بطلة.